أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن التوصل إلى تفاهم بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والنائب رياض العدساني حول الملفات المثارة في الاستجواب الذي كان ينوي العدساني تقديمه للوزيرة. ومن جانب آخر، كشف الرئيس الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم عن تلقي 3 دعوات لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم بروسيا غدا، بحيث كانت الأولى دعوة شرفية لسمو الأمير تقديرا لمكانته الدولية وتقدير المجتمع الرياضي لسموه، ودعوتين إلى رئيس مجلس الأمة ووزير التجارة، مشيرا في الوقت ذاته أن صاحب السمو أمير البلاد قد كلفه بتمثيل سموه شخصيا في هذا الحفل. 3 نقاط أود الحديث عنها بناء على استفساراتكم، وراح أجاوبكم فيما يتعلق في الاستجواب المقدم من الأخ أو الذي كان سيقدم قبل الأخ رياض العدساني. تشرفنا اليوم أنا وهو بمقابلة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأعتقد أن يعني هدف الأخ رياض و أيضا الاستجوابات بصفة عامة هي وسيلة وليست غاية. إن كانت الغاية الإصلاح فبالتأكيد إن كان هناك طرق أخرى لتحقيق هذا الإصلاح فستكون أولى وأجدى وتسبق الاستجواب. باختصار شديد أعتقد لم يكن هناك خلاف حقيقي بين الأخت الوزير والأخ رياض في أمور كثيرة، ونتج عنها ولله الحمد يعني تفاهم يصب في المصلحة العامة، وستتحقق الغاية من هذا الاستجواب في القريب العاجل إن شاء الله. وفي نفس الوقت الأخت الوزير تتخذ كافة الإجراءات واتخذت كافة الإجراءات وفق الأطر الزمنية التي تحتاجها هذه الإجراءات. ومثل ما ذكر الأخ رياض وأنا أشكره، أنه يعني يجب أن نعين حضرة صاحب السمو ونقدر وضع الكويت في هذا المحيط الإقليمي الملتهب الذي يحتاج إلى استقرار داخلي. النقطة الثانية فيما يتعلق في سؤالكم على افتتاح كأس العالم، نعم هناك 3 دعوات وجهت. الدعوة الأولى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كعضو، دعوة شرفية عفوا، تقديرا لجهوده وتقديرا لمكانته الدولية، وتقديرا أيضا وتقدير من المجتمع الرياضي وخاصة كرة القدم لسمو الأمير. وأيضا وجهت دعوة لما تم أثناء تقديرا لما تم أثناء رفع الإيقاف الرياضي كرة القدم عن الكويت لرئيس مجلس الأمة وللأخ وزير التجارة ووزير الشباب السابق. تشرفت بأن حضرة صاحب السمو كلفني بتمثيله في هذا الافتتاح، فسأحضر الافتتاح وأعود مباشرة إن شاء الله بعدها. بعد ذلك فيما يتعلق في الاتحاد البرلماني الدولي هناك اجتماع للجنة التنفيذية.